السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شيوة أم العربي. اليوم غادي نوجدو مع بعضياتنا واحد العصير باللبن بدون فواكه، تيجي لذيذ بزاف بنكهة ديال لا غرنادين ولا الرمان. بلا رمان تيجي لذيذ بزاف. غادي نحتاجو فيه 1 لتر ديال اللبن، هذا اللبن الطبيعي اللي كنشريو ديال العبار ماشي ديال العلب. ولا ما عندكمش ديال العبار كنشريو ديال العلب، هذا اللبن اللي كنشربو مع الكسكس. غادي نحتاجو كاس عنبه ديال الحليب بودره يعني دو، كاس عنبه ديال السيرو ديال الرمان، 1 ياغورت طبيعي ممكن تستعملو ياغورت بنكهه الفريز، 2 كيس ديال السكر فاني. هنا غنحاول ندير واحد شويه ديال لاغوم ديال الفريز حيت عندي، ممكن مع هاد المقادير ديرو فريز فخي فوق الفريز، نديرو الفريز طبيعي طحنوه معاه. انا غندير شويه ديال النكهه ديال الفريز، قلت 2 كيس ديال السكر فاني، وغديروا السكر حسب الذوق. انا ما غنديرش السكر لان السيرو حلو. غادي ناخذ الخلاط الكهربائي غندير فيه هاد المكونات كامله وغادي نخلطهم مع بعضياتهم يعني نمزجهم. عصير ساهل وهكا كنسى ما اللبن كنديروا به حويجه اخرين من غير يعني نشربوه غير هكا مع الكسكسو. العصير ديالو كيجي لذيذ بزاف وخاطر. نديرو السكر فاني، هذا السيرو، انا كيبقى لاصق شويه، غادي نضيف واحد شويه ديال الروح ديال الفخيز. الا ما عندكمش ما ديروهاش، ما تقيدوش بها يعني ماشي ضروري. وغادي ندير هنايا هذاك الياغورت الطبيعي، قلت ممكن تعوضوه بياغورت بنكهه الفخيز. دابا غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان وراه العصير ديالنا واجد. العصير ديالنا ملي خلطناه كنديروه للوليدات هنايا في هاد قريعات، كل واحد تياخد قريعه ديالو، كيجي عاقد وزوين. وكنقدموه لوليداتنا بالصحه والراحه. وهذا هو العصر ديالنا، كنعطيو للوليدات ديالنا باللبن، خصوصا الوليدات اللي ما تيشربوش اللبن. نتمنى تجربوه ويعجبكم، و الى عجبتكم الوصفه كيف ديما ما تنساوش ديروا لايك الفيديو، اشتركوا بقناتي قناه شيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد ديالي. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.